تعتبر المرحلة الثالثة يوم يومه، أول مرحلة تبدأ وتنتهي في نفس المكان، وهي أجمل مرحلة في داكار من حيث المناظر الطبيعية. إنها مؤلفة من الرمال فقط مع صعوبة في الملاحة عبر الأخاديد الهائلة. يقترب السائق القادم من أندورا ألبرت لوفيرا من التواجد ضمن العشرة الأوائل في فئة الشاحنات خلال مشاركته السادسة في داكار. بعد يوم لمع فيه الملاحون وفي ظل القوانين الجديدة التي تتعمد رفع مستوى غموض المراحل، جاء الدور على سائقي الشاحنات لاختبار مدى تأقلم مركباتهم ذات الألف حصان مع المناطق الأكثر ارتفاعاً. يخوض ألكسندر فاسيليفسكي مشاركته التاسعة في داكار على متن شاحنته ماز سبورت أوتو. كان أليس لوبري خامس أسرع السائقين اليوم، لكنه كان أبطأ بحوالي 25 دقيقة. ممثلاً عن مجتمع مكافحة الحرائق في العالم، سجل ريتشارد دوغروت رابع أسرع زمن على متن شاحنته طراز رينو. برهن أنتون شيبالوف على أنه أحد ركائز فريق كاماز ضمن مشاركته الرابعة في داكار. بصعوبة بالغة تمكن سيار هيفيازوفيتش من الحفاظ على صدارة الرالي، لكنه بالتأكيد شعر بضغط أقرب منافسيه. استحق أندري كارجينوف الفوز بالمرحلة التي تصدرها من البداية وحتى النهاية، حيث كان الوحيد الذي أكمل أطول مرحلة في الرالي حتى الآن في أقل من 4 ساعات، يتواجد في المركز الثاني الإجمالي متأخراً بدقيقتين فقط.